زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، هنتكلم النهاردة عن محافظة الإسكندرية من حيث النقلة النوعية اللي اتعملت فيها واللي بتشهدها حاليا في مجال النقل والمواصلات بالتحديد، وبتشهد فعلا تطور ملحوظ جدا خلال السنوات الماضية. تلاقي بقى تشغيل أتوبيس كهربي، ترام إسكندرية، وده أقدم ترام على فكرة يعني لو حسبتها حتى على مستوى العالم. وخلال الفترة القادمة هيبقى في طفره جديده كمان خلال المشروعات الخاصه بتحويل الاتوبيس اللي بيشتغل بالسولار لغاز طبيعي، ادي كمان بعد بيئي. وايضا المشروع المنتظر بتطوير ترام اسكندريه. تعالوا نعرف كل التفاصيل مع دكتور حسن مهدي، استاذ هندسه الطرق بجامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتور حسن. صباح الخير على حضرتك والمشاهد الكريم، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. بدايه كده يعني اطلعنا على الجديد في اطار بقى الطرق والنقل في عروس البحر الابيض المتوسط الاسكندريه. يعني في مجال شبكه المواصلات بشكل عام، فمحافظه الاسكندريه شهدت عديد من المشروعات اللي بتهدف الى تخفيف الزحام المروري وفي نفس الوقت تحسين البيئه، لانها بتقلل الانبعاثات الغازيه والمشاكل الناتجه عن الزحام اللي كان موجود في بعض المحاور. وده كان من خلال انشاء عدد من المحاور، ابرزها محور المحموديه وغيرها من المحاور اللي كانت بمثابه شرايين مروريه زي محور التعمير. برضو كان كل هذه الامور بتهدف الى تخفيف الزحام المروري داخل المحافظه، بالاضافه لوسائل النقل العام والجماعي. يمكن بتشتغل وزاره النقل دلوقتي على مشروع مترو الاسكندريه، وده هيكون طبعا بالطاقه الكهربائيه، وفي نفس الوقت هناك يعني تحديث لوسائل النقل العام والجماعي واستخدام الجر الكهربائي في وسائل النقل العام زي حافلات النقل او الاتوبيسات، وده بيقلل من الانبعاثات الغازيه وبيقلل من الضوضاء اللي ناتجه من وسائل المواصلات دي، وده هيكون ليه مردود برضو ايجابي على تحسين البيئه وعلى طاقه استيعابيه احسن، لان احنا بنضخ دماء جديده في شرايين شبكه المواصلات من خلال حافلات او اتوبيسات جديده، من خلال الترام الكهربائي، من خلال بعض المشروعات اللي هيكون ليها اثر ايجابي على الحد من الزحام وفي نفس الوقت تقليل الاثر البيئي اللي كان ناتج من وسائل المواصلات التقليديه اللي بتعمل بالوقود الاكفوري. كل هذه الامور هيكون ليها اثر ايجابي على المواطن السكندري وعلى كمان زوار اسكندريه، لان اسكندريه عزيزه على قلب كل مصري، خصوصا في فترات الصيف بيكون في عدد كبير جدا من المصطفين من داخل مصر بيقصدوا شواطئ الاسكندريه، فبالتالي تحقيق سيوله مروريه مع وسائل مواصلات جيده ده امر محمود وطيب طبعا. جميل. احنا كان في الفيديو معانا بعض اللقطات كده اللي فيها ابلكيشن على الموبايل خاص بشبكه المواصلات، ففكرة برضو ان انا اربط ده والسهولة بعد كده اللي هتتاح لي هذه التقنيات، عايزين برضو نطلع عليها من حضرتك. يعني هو على مستوى جمهورية مصر العربية كان هناك توجيه من فخامة الرئيس بان يكون في تكاملية لوسائل النقل واستخدام التكنولوجيا الجديدة لتسهيل استخدام وسائل النقل العام والجماعي، وده موجود على ارض الواقع من خلال بعض التطبيقات اللي بيتم تحميلها على الموبايل، وبتقدري حضرتك من خلالها انك تعرفي وسيله المواصلات اللي انت عايزه تستخدميها سواء اذا كانت اتوبيس او مترو او ترام او غيره. ودلوقتي موجوده كمان في السكه الحديد حتى في حجز التذاكر ومعرفه مواعيد القطارات. فبالتالي بقدر ان انا اعرف وسيله المواصلات دي موجوده امتى وارتب الرحله بتاعتي بما يناسب مواعيدي، بحيث ان انا اقلل فتره انتظاري لوصول وسيله المواصلات اللي انا مستنيها. فانا بروح بالظبط على الميعاد بتاعي او قبلها بدقائق، وده طبعا بيكون لي مردود ايجابي، علاوه على ان شاء الله قريبا كمان هيكون في اسلوب موحد يعني لدفع مصاريف الرحله زي الفيزا، حاجه شبيهه بالفيزا اقدر استخدمها في اكثر وسيله مواصلات سواء في الاتوبيس او في المترو او في القطار، وبالتالي دي برضه بتسهل على المواطن ان هو يقف في كل وسيله مواصلات علشان يجيب تذكره او خلافه. فكل هذه الامور بتهدف الى تيسير حركه المواطن وتقليل المعاناه، وفي نفس الوقت كمان بتشجع المواطن على ان هو لما يكون وسائل النقل اسهل يبقى يسيب عربيته الخاصه حتى لو كان من الكار اونرز او مالك السيارات، ان هو يستخدم وسائل النقل العام، وده اللي احنا بنهدف فيه ان شاء الله.
دكتور حسن، الفترة اللي فاتت كان في جدل كبير قوي على موضوع الشق اللي حصل في كورنيش اسكندرية في الأرض، رغم أنه كانت يعني مساحة محدودة جدا لا تذكر، إلا أنه في البعض استغل الموضوع ده من أهل الشر. عايزين برضو نلقي الضوء عليه، نوضحه للناس، رغم أن كان في نفي وتم التعامل سريعا جدا مع الموضوع، وكان في نفي للكلام اللي اتقال أنه ده بسبب الزلزال و ما قيل بعدها، لكن أنا عايزة برضو رد علمي من حضرتك على هذا الأمر وكيفية التعامل معه. الموضوع بسيط جدا، ده كان مسافة لا تتجاوز 20 متر طولي، وده كان بسبب الأمواج اللي كانت الأرصاد الجوية حذرت المواطنين منها وقالت أن ارتفاع الموج بيصل من 4 ل 5 متر، فطبعا ارتطام الأمواج مش زلزال يعني الارتفاع بالكورنيش من المتوقع أن يحصل منها شيء من الضرر، وكان في تحرك سريع، وكان التفسير العلمي ان كان السحب اللي بيحصل بعد ارتطام الموجه بياخد معاه الاتربه والرمال اللي موجوده في رصيف الكورنيش، فحدث هبوط او خلينا نقول شرخ طولي بمسافه لا تتجاوز 20 متر. اجهزه الدوله اتحركت، والمحافظ شفناه، والاجهزه التنفيذيه على ارض الواقع، وكلفوا إحدى الشركات الوطنية بأنها قامت مباشرة في خلال أقل من ساعات بأنها تحط الحمايات الخرسانية المطلوبة والحواجز الخرسانية والمصدات الأمواج. ده عادة بيحصل ولا ده نتيجة لارتفاع منسوب البحر بقى فيما له علاقة بالتغير المناخي؟ لا، هو حضرتك لو ليه علاقة بالتغير المناخي كانت مش هتبقى 20 متر يعني يعني التفكير البسيط بيقول إن أنا لو الموضوع معرض بإن في تغيرات بتؤثر على مدينة الإسكندرية كانت هتبقى على مستوى المحافظة بالكامل وليست هذه المنطقة المحدودة بطولة 20 متر، لكن ده كان أمر موضعي. نعم. وبأكد مرة تانية أنه ملوش علاقة بالزلزال خالص، الزلزال ما يحدثش شرخ، ربنا يا رب يبعد عن مصر وعن كل البلاد المشاكل، لأن الزلزال اللي حصل في تركيا دون يعني التفسيرات العلمية أنه هو الطاقة اللي ناتجة منه 20 مرة زلزال 92 اللي حصل في مصر. يا خبر. فبالتالي دمار محقق حصل في للناس في تركيا وفي سوريا، وده بفضل الله تعالى وما كانش ليه اي ربنا يحميهم ويحمينا من فواجع الاقدار. صحيح، صحيح ان شاء الله تعالى. اشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن مهدي، استاذ هندسه طرق بجامعه عين شمس. قلوبنا مع اشقائنا في سوريا وفي تركيا، ربنا يرحم يعني ضحايا الزلزال ويشفي مصابيهم في أسرع وقت إن شاء الله.